السيدات والسادة، مساء الخير. كان للمفكر الكبير الدكتور حسين فوزي، أحد رواد الثقافة الموسيقية في مصر، مقولة جميلة كان يرددها دائماً، وكان يقول: إذا أردت أن تعرف شعباً فاستمع إلى موسيقى. وعلى مر التاريخ كانت الموسيقى المصرية بأشكالها المختلفة وبآلاتها المميزة وتنوعها الفريد هي أقوى تعبير عن ملامح الشخصية المصرية. كانت الموسيقى حاضرة في كل وقت وفي كل مناسبة. في عام 1919 كتب بديع خيري ولحن سيد درويش أم يا مصري مصري دايماً بتناديك، وكتب بيرم التونسي أنا المصري كريم العنصرين. كان المصريون دائماً يغنون للحياة في الوقت الذي كان فيه الغناء محرماً وممنوعاً في مناطق أخرى حولنا. كان أحمد رامي يكتب وأم كلثوم تتحدى بصوتها هزيمة 67، وكان عباقرة الموسيقى وأجمل الأصوات المصرية تغني للحب وللجمال في وجه القبح والكآبة. تعاقبت أجيال الموسيقيين الكبار وتغيرت خارطة الغناء بفضل اجتهادات رواد حفروا نهراً عظيماً للإبداع ومنحوا الموسيقى العربية طعمها المصري. اليوم نحن نسأل: هل ما زال النهر يجري؟ هل ما زالت الموسيقى المصرية بخير؟ وكيف يكون الإبداع الموسيقي في أحسن حالاته في حين يتراجع تعليم الموسيقى في مدارسنا وجامعاتنا، وفي حين يتوقف البحث عن الموهبة وتنميتها، وفي حين يكتفي الجميع فقط بالبكاء على الأطلال والشكوى من سحب البساط من تحت أقدام الفن المصري؟ في حلقتنا اليوم محاولة للبحث عن موسيقانا المصرية، عن التذوق الفني وعن المواهب الحقيقية الضائعة وسط الصخب والزحام، عن الموسيقى المصرية وعن الأعمال الموسيقية الكبيرة للسينما والدراما والمسرح، وعن تعليم الموسيقى في مدارسنا والتذوق الموسيقي في حياتنا. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم.